الله يرحمك يا صهري يا ابو حاتم، الله يرحمك ويجعل مسواك الجنه. بس لا اعتراض على حكم رب العالمين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه خساره خساره يا ابو حاتم، ايده كانت دائما ممدوده للخير. الله يرحمه ويجعل مأواه الجنه يا رب. آمين. تعرف لازم أولاده يرجعوا يفتحوا البواكية والقهوة، صار له 40 يوم متوفي والحزن ما بيجوز أكثر من 3 أيام. والله عم تحكي مظبوط يا شيخي. ماشي أنا رح أروح لعندهم وشوف شو قصتهم وأقنعهم إنه يرجعوا عالشغل. على راسي يا شيخي. يا سعيد والله هذا اللي عندي يا سيد خالد. لا حبيبي مو على كيفك، ما حزرت بنوب. لا حبيبي ولا على كيفك، شنو الحق هيك بيقول. لك انو حق انو حق. طيب ايش كان هيك كلامك فلا تحلم يصير، لانه هذا الحق تبعك مو مزبوط. يخرب بيتكم، لك ليش عم تتقاتلوا؟ ليش عم تتخانقوا؟ لك يامو هذا واحد برهموطي بده ياكل كل شيء ويطلعنا برا. لك استحوا على حالكم، اطلب ابوكم لسه ما نشف. يامو الرزق ما لازم يضل مسكر لهلا، ابي الله يرحمه راح لرحمه ربه، لازم نشتغل بقى الحي ابقى من الميت. طب اشتغلوا مين مانعكم؟ بس انتوا ليش مختلفين؟ لك انتوا اخوات. يامو انا عم اقول له انه يشتغل بالقهوه وانا باخذ البواكيه، ما عم يرضى بنوب. قال شو بده البواكيه؟ ايه لاني انا اجدب، بدك تترك لي شغل القهوه على برغوت وبرغوتين وطلهط الرزق كله يلي بالبواكيه. حبيبي ابي حطني انا بالبواكيه وانت شافك انك اجدب وعلى نياتك شلحك بالقهوه. فشرته لك، انا مخي افتح منك بألف طاق، فهمت لما لا؟ لا ما حزرت بدور، ليش عم تعيط؟ خلص طبعا انت وياه. اسمع مني هالكلمتين حاتم. شو بدك خالد احكي؟ انا بعرف منيح يلي عم تفكر فيه، بس لا تحلم اسمح لك يصير. اها وهات خبرني يا ابو العريف شو بتعرف؟ انت بتعرف منيح يلي بقصته. بس هلا انا ساكت كرمال امك، بس بعدين لكل حادث حديث. سلام. حلو سيد خالد حلو. شو قصتكم لك خالي انت واخوك؟ ليش لهلا ما رجعتوا على الشغل؟ خليها لربك خالي، والله لو ما امي ابصر شو كنت عملت. يا لطيف شو اللي صاير لك خالي؟ رح احكي لك السيري. احكي يا فتحي. مرني معلمي. شو في عندنا شغل اليوم يا فتحي؟ هلا رح نبلش بطالبيه ابو ماجد الميداني. طيب شدوا لي الهمه. ايه تأمر امر معلم، على راسي من فوق. ساوي لي كاسه شاي. من عيوني. حاضر تكه بتكون عندك. عجيب انا المعلم هون غصبا عنك يا اخي. لا يا حاتم لا، هذا الشيء ما بيصير بنوب. اللي تركه ابوك لك ولاخوه، ما هيك؟ شايف يا خالي، لك مفكرني اجدب، بده ياكل كل شيء لحاله. لا تخاف خالي لا تخاف، دبارو عندي لا تعتلهم. الله يخلي لنا اياك يا خالي، بس شو مشان امي؟ مو بس امك، امك واختك، لهم حصه من الورثه، شو نسيانين؟ لا والله يا خالي ماني نسيان، لك انا اصلا هلا ما بدي تنفتح سيره الورثه كلها، شنو ابي الله يرحمه لسه ما نشف ترابه. بري عليك، بري عليك، عم تحكي الاصول لك ابني، عم تحكي الاصول. المشكله يا خالي انه حاتم مفكر انه البواكيه له لحاله. شو هالحكي هذا؟ يا مو على كيفه لك خالي، انا بعرفه طماع. وأبوك الله يرحمه قال لي طماع، كاشفوا أبوك. يا مين أهلا وسهلا بأخي أبو هلال. أهلا وسهلا. بالمهلي يا أختي بالمهلي. لك والله أنا مقصر معك يا أختي، بس شو بدي أعمل؟ الشغل لفوق راسي والمشاكل ما بتخلص. الله يقويك يا حق، أنا مقدرة هذا الشيء. طمنيني عنك، صحتك شلونها؟ الحمد لله، الله منعم علي. الحمد لله يا اختي، الحمد لله رب العالمين. خالي عنا يا عميد، اهلا وسهلا. السلام عليكم خال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير خال؟ كانه مانك رايق اليوم. ماني رايق بوجودك، فهمت ولا لا؟ ليش خال؟ شو في؟ شو القصه؟ لا ما في شيء. لك شو اللي عم بسمعه عنك؟ شو اللي عم بسمعه احكي؟ شو خال؟ شو عم تسمع؟ فهمني شو صاير؟ قال شو؟ اخذ حصة البواكية لإلك وتارك القهوة لأخوك، صح على الحكي ولا لا؟ شو خال لحق يحكي لك؟ ضروري يكبر القصة يعني هو؟ لك مانا كبيرة، قصة صغيرة بس الحق حق. إيه لا خال،
بدك تسمح لي، هي قصة الورتة والمحاصصة بدك تترك لي إياها وتطلع أنت براتها، أنت على عيني وراسي خالي، بس هي القصة ما دخلك فيها بنو. حاتم عيب عليك، هذا خالك. يا مو خالي على عيني وراسي، بس قصة المحاصصة هو شو دخلوا فيها؟ هي بيني وبيني. لك خلاص لك، عم تحكي مع خالك أنت ولك؟ العفو منك خال، بس يلي أنا بعرفه أنت ما بتعرفه، أنا يلي اشتغلت بالبواكية وأنا يلي كبرتها، وأخي ما إله علاقة بنوب، وأبي الله يرحمه بيعرف بكل هذا الشيء. أيوه، بس المرحوم أبوك ما خبرني بهذا الشيء. أنت بتعرف إنه المرحوم أبوك كان يخبرني بالشاردة والواردة؟ يعني مثلاً أرض المزة كانت للمرحوم أبوك، إلك علم فيها شيء؟ لا والله خال، أنو أرض هاي؟ أنو أرض؟ شفت إنه أنت ما بتعرف شيء وأنا اللي بعرف كل شيء؟ اسمع، اسمع ونفذ اللي رح قلك عليه. أرض المزة لإلك، والبوايكية لأخوك، والقهوة لأختك، والبيت لأمك، فهمت ولا لا؟ خالي شو هذا الحكي؟ شو أرض المزة ما أرض المزة؟ ما عم بفهم عليه؟ لا تفهم علي، أنا عم بعرف شو اللي عم بحكيه، عم قلك أرض المزة لإلك، فهمت ولا لا؟ لا خال، أنا ما بدي أرض المزة، بدي البواكية، شنو فيها رزق كتير. ولك أرض المزة هي الرزقة، فهم علي بقى. شو قصدك خال؟ والله ما عم بفهم عليك، شو قصدك؟ لك خالي، أبوك وصاني الله يرحمه قبل ما يموت، قال لي أرض المزة رح تكون لحاتم، فهمت ولا لا؟ لك فيها رزقة، فيها مكسب كبير كتير. أبي هيك قال له؟ هيك قال لي الله يرحمه. شو رأيك يا مو؟ لا خلص وافق لك ابني، وافق والمكسب معه. طيب ماشي خال، تأمر أمرك. ايه حاتم، هلأ رح تبصم على حصتك من الورتي اللي هي أرض المزة، المالكانات والبيت والقهوة مالك فيهم شي بنوب. خال يستر على أرضك، انت بتأكد من قصة أرض المزة؟ لك خالي شباب، شو عم بمزح معك أنا؟ بس تبصم رح دلك وين محطوطة بطميري، مشي؟ أمرك خال أمرك. ايه شيخي، هاي حاتم وافق، وافق إنه يبصم على حصته. ايه يا حاتم، انت رضيان بالتقسيمة؟ معلوم شيخي معلوم، رضيان. وانت يا خالد؟ رضيان شيخي رضيان. والام والبنت رضيانين؟ كله رضيان يا شيخي، كله رضيان. يلا خالد. يلا على بركة الله. صوم مولا أمرك. تعال ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك يا جماعه، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا خال. سمعونا الفاتحه على نية التوفيق. آمين. بتفوت على الارض لك ابني، بتعد تالت شجره زيتون من جهه الشمال، وبتحفر تحتها لك ابني، بتلاقي الطمير هنيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابني يا حاتم، أنا بعرفك كتير منيح، كنت عارفان إنك طماع وما راح تعطي إخواتك حقهم، مشان هيك تركت لك الصندوق مليان تراب. شنو بعرف عينك ما بيمليها غير التراب. Thank you.
شو رايك اخي؟ اجى الوقت؟ والله يا اخي هذا اليوم اللي انا خايف منه عم بحسب له الف حساب. وكيف رح تكون ردة فعل الاولاد؟ ما بظن انه يتفهموا الموضوع بسهولة. بس نحن عم نعمل كل هذا الشيء كرمالهم هن. ما رح يفهموا هالشيء. وراح يعتبروا انه نحن كذبنا عليهم وخدعناهم وعيشناهم بالوهم. طيب شو رايك ما نحكي ونموت السر معنا؟ نموت وعلينا حق ما وفيناه وفي امانه ما رديناها، لك شلون بدنا نقابل رب العالمين ونحن ضميرنا مو مرتاح؟ ها؟ قوم للروح على المحل. قوم. الله يحييك على الأرض. على رأسي يا ابن عمي، علي الحلال انك فشيت لي قلبي كلياته، كانت لازم تقتلني، لازم تقتل هلا ابو بريس اللي عامل حاله لسه مراجي. لك مو ناقصنا غير ابن هالمرابي يعلم علينا، نسيان مين نحن ولك ابن عمي؟ لك لا والله مع النسيان، بس بتعرف بيني وبينك انا كنت خايف كثير من هالشلة الزعران، لانه مثل ما بتعرف يا اخي الكترة بتغلب الشجاعة. لا لك عرب، ما حبيتها منك، طول ما انا ابن عمك حط ايديك ورجليك بمي باردة، انا سندك وظهرك. لك الله حيه ابن عمي، لك الله حيه ملك المراجل كلياتها، علي الحلال زعيم الحارة، جرب جرب. تعال اقول لك عرب. عرفتي ليش وصلت يوم الخميس والجمعة اللي عامل ابوك وابي؟ لا والله، بس اكيد مثل العادة، نكتة شو بدها تكون يعني؟ والله عم تحكي قصي، اساسا هن كبروا وصايره قصصهم ناكتب على الفاضي. مو هيك خرفوا. خير يا عمي جر. انا بدي اتجوز حازم. انا شو بدي بشغله؟ انا اللي بيهمني اصله وفصله. وحازم ابوه كان اجير عند ابي، وهاد سبب كافي حتى أرفضه. وأنا لا يمكن أقبل إلا بابن باشا أو زعيم أو بيك، لكو بأسوأ الحالات ممكن أقبل بشي ابن تاجر كبير من تجار الشام. لك بنتي جوزك ما غلط، وخدمة بيت حماكي واجب عليكي، يعني الرجال ما غلط معك بشي؟ ما غلط بشي؟ أو أنا ما غلطت بشي؟ أنا شو قلت له؟ قلت له بكل الرواق أني أنا بنت أبو عرب، كبير أهل الحارة وأهم رجالة، وما بيصير يحاكيني بهالأسلوب، وماني خدامة عند حدا، لأنه أنا عشت كل عمري معززة ومكرمة ببيت أهلي. قام فقع بوشي مثل الأباوي وقال لي إذا بتكوني بنت الباشا بتضلي حرمتي وواجبك تخدميني وتخدمي أهلي. لا وشو قال لي كمان؟ قال لي إنه رح يقلع الخدامة ورح صير أنا أشتغل كل شغل البيت. شفت يا أبي شفت؟ شفت كيف عم بيعاملني وأنا بنت أبو عرب على سن ورمح؟ والله يا بنتي أنا كل الحق علي، أنا اللي ما عرفت ربيكم. الله يرحمها أمك، كانت تقوم بكل شغل البيت، بعمرها ما فكرت تتفوت خدامي على البيت. ما عرفت ربيكم لمين طالعين مغرورين ومعنجهين هي العنجهية ما بعرف. هلا هذا اللي طلع معك يا بي؟ يعني انت ما رح تدافع عني وتحصل لي حقي منه؟ ليكي يا بنتي انا بعمري ما رح اقويكي على جوزك. انا برأيي تروحي تستسمحيه وتصالحيه وتكسبي وده. إلا والله مستحيل هذا الشيء يصير. لو بدي ضل حرداني ببيت أهلي كل عمري، إذا ما إجا وصار أرض عند رجلي ما فكر إني أرجع له. أنا السبب. خير يا أبي؟ شو السيرة حتى جامعينا هالجمعة؟ شو هالسر اللي حيغير حياتنا كلياتنا؟ السر هو انه كل هالاموال هي اللي انتم شايفين حالكم فيها وعم تتكبروا فيها على هالناس كلها، نحن ما لنا فيها شيء بنوب، نحن ما بنملك غير بيوتنا اللي ساكنين فيها وبس. شو عم تحكي انت عمي؟ شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي يا بي؟ انت اكيد عم تمزح يا بي، والله مو الاياني مزح. يا بي اكيد هي فركة اذن مو اكثر. إذا كانت مزحة أو فركة إذن قولوا لنا، لأنه إحنا تربينا وما عاد نعيدها. توبة. لا مزحة ولا فركة إذن، هي هي الحقيقة. نحن ما بنملك شيء بكل هي الأملاك. ولحتى تصدقوا رح أحكي لكم القصة من طقطة للسلام عليكم. هذا من شي 15 سنة إجا باشا على الحارة. بس كان الله سبحانه وتعالى حارمه الخلفة والأولاد.
وبلش يشتري بمالكانات هالحارة وبساتينها وبيوتها ودكاكينها، ما خلى شيء ما اشتراه. الله يرحم ترابه. ونحن هذاك الوقت كنا نشتغل مراجعين أنا وأخي عنده. شبك هون؟ ايه مرابعين، مرابعين مثل ابو سالم يلي هنتوه، ومثل ابو العادل يلي ما قبلتي فيه يا ست سلوى. ايه نحن كنا ناس بسطاء، درويش وفقراء على باب الله، بس نحن كسبنا محبة الناس بمعاملتنا معهم. انتو بعنجهيتكن كسبتوا كره وحقد الناس. هلا شيلنا من محبة الناس، كفينا القصة وبعدين. أنا بكفي عنك أخي، بعد ما مرض الباشا باعتبار يعني الله ما طعمه أولاد، نذر كل أملاكه لأهل الحارة، وعلى قد ما كان يحبنا ويوثق فينا سلمنا الحجاج والأوراق الثبوتية كلها وخلاها أمانة برقبتنا لحتى نحن نوزعها بالحق وبالتساوي على كل أهل الحارة، لأنه البني آدم بطبعه طماع وأناني، لعب الشيطان براسنا وقلنا لحالنا باعتبار ما حدا بيعرف بالسيرة خلينا ننام عليها ونقب على وش الدنيا، نعشنا كم يوم نضاف لبين ما نربيكم وتكبروا وأنتوا تعتمدوا على حالكم، ساعتها بنعطي كل ذي حق حقه. وبما أنكم ما طلعتوا قد المسؤولية وما اشتغلتوا ولا شغل يضيفوها لأملاك الباشا، قررنا نخلص ضميرنا قبل ما نموت ونرجع الأملاك لأصحابها، وأنتوا ما شاء الله حولكم شباب تقدروا تبلشوا من جديد. هذا الحكي ما عم يزبط معي بنوب، ما عم يزبط. أبوك وأبي لازم ما يطلع من البيت، منقول مرضانين، منقول تعبانين، لازم ما حدا يشوفه، حاجة يخبصوا بقى. ابن عمي الله وكيلك أنا لحجن أكثر منك، لك أنا اللي ما عم بستوعبه إنه هلا صار بدهم يروحوا كل الأملاك اللي نحن نملكها. قال شو؟ والله صحي ضميره، لك شو هالحكي هذا؟ أقسم بالله العظيم أنا ما لح أقبل بهذا الشيء حتى لو بدي. حتى لو بدك شو؟ لو بدك شو فهمني؟ قصدك بدك تحبسهم يعني تخبيهم عن الناس، مو هيك ابن عمي؟ أها هيك قصدي انه نحبسهم نخبيهم عن الناس، المهم ابن عمي ما حدا يشوفه. طيب بركي رجال الحاره طلبوا يشوفوه يشقوا عليهم يطمنوا عنه، شو بدي اقول له؟ لك يا اخي بنخترع الف كذبه، بنقول لهم انه اجى حكيم وشافهم وقال انه عندهم مرض بيعدي ولازم ما في حدا بالحاره يشوفهم، ولك شبنا المهم ما يبيعوا شيء، المهم ما يروح شيء. اسمعوني منيح يا أولاد الحلال، من 15 سنة الباشا أعطى أبي وصية، أبي الله يرحمه اللي بتعرفوه اللي درس قانون بجامعة باريس، اللي ما بيعرف يكذب وبيعرف الحق من الباطل، منشان هيك أنا جاي لعندكم حل موضوع الوصية ونوزع الأملاك على أهل الحارة بالتساوي. اطلع لبرا ولا اطلع لبرا، ما حدا له عنا شيء بالمرة، لا انت ولا اهل الحارة كلياتهم. عم تفهم؟ منشان زيدك من الشعر بيت، اهل الحارة مو ناويين يعطوكم ولا متريك الك وله بالذات، بتعرفوا ليش؟ لانه اهل الحارة عم يقولوا انه انتم سرقتوهم، مو بس سرقتوهم وصرتوا اغوات وبكوات على حسابهم، فوق كل هاد شفتوا حالكم عليهم، يعني عيرتوهم بفقرهم، كبرتوا عليهم مشان هيك ما بدهم ياكلن. ولك اسمعوا لك، اذا ما تطلع من هون هلا بدفنك بارضك، وهي الوصية اللي كنت عم تحكي عنها بتروح بتشربها وبتنعى ميتها. ولك لحنا اسياد المال ولحنا اسياد هاي المصاري كلياتها، واذا بدك كمان لحنا اسياد الحارة، فهمتوا؟ لا هدي حرام. ولك ما بدي هدي مالك شايفه، اطلع منك احسن ما ادفنك. ها اطلع لك هدي حرام، هدي مشان الله وخلينا صارع اهل الحارة احسن ما نطلع من المولد بلا حموض. سمع لك حرام، سمع شو عمي لك ابن عمك، تواضع تواضع، لانه انتم من يومكم كنتوا فقراء بحياتكم ما كنتوا اغنياء،
تواضع وعيش مثلك مثل أهل الحارة، اسمع من هدقنها. هذا آخر كلام عندي، وغير هيك ما عندي. ها، سلام عليكم. هدي عالم مشان الله، هدي انا بوجهك يا واطي. ولك رحله اسياد الحاره يا واطي، ولك رحله اسياد المال. لك هدي مشان الله، هدي. ولك الطمع، الطمع خلاكم تتخلوا عن كل شيء، عن القيم والمبادئ والاخلاق. ولك نحن بحياتنا ما شفنا حالنا على حدا، الناس كلياتها بتحبنا وبتحترمنا لانه هدول بيضلوا ناسنا واهلنا. شوفوا طمعكم وعن جهيدكم لوين وصلتكم. لو كنتوا تعاملتوا بحب مع أهل الحارة كانوا ما قبلوا يطالعوكم من الوصية بدون حصة. بس انتوا نسيتوا كل شيء. بس كلهم كانوا ناطريكم لحتى توقعوا، لحتى يشمتوا فيكم. هيكم طلعتوا إيد من ورا وإيد من قدام. لك لازم تفهموا إنه الكبرى من عمل الشيطان، والبني آدم مهما علي وكبر بيضلوا صغير قدام قدرة رب العالمين. شوفي، راح احكي معك كلمتين. انا ما في مره بالعالم كله بتمنعني اني روح شوف ولاد اخي. انا بمنعك من خوفي عليك. لك من شو خايفه؟ هلا اذا رحت شفت ولاد اخي من شو عم تخافي؟ هاتي لشوف. انا خوفي مو من الاولاد، خوفي من امهم. قصدك من فوزيه مرتخي؟ ايه طبعا، من فوزيه أرملة وصبية وحلوة كتير. لك أحلى وبرك إلهي، عندي إياها بسعرها بسعر أختي. شو؟ مثل أختك؟ حبيبي ما حدا أخو حدا بهالأيام، كله بده ينفت حاله. بعدين أنا شو بيعرفني ما تكون هي حاطة براسها إنه طلتشك مني؟ ولا طلتشك، هذا حكي بنحكى يا عبي. شو ما عليكي؟ البسي وشرفي معي. إيه أنا اللي بلبس. لحم ضربيك، لعم ضربيك. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مو خلص، ليش عم تبكي؟ مناكل خبز مثل مباري. ايش معي حق خبز اشتري لكم يا امي؟ شو رايكم نروح بيت جدكم؟ بلكي بيكونوا عاملين شي اكله دسمه. صحي مرت خالك والشبينة اجسام، بس بتحمل كرمال تشبع. اهلين عمو، لك شوكم ان شاء الله تسلموا لي. شو اخباركم؟ تعالوا 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 شوفوا شو جاي. الله يعينك على هالبيت. اي والله ما بسكن فيه، لو بيملكوني مال قارون. والله جوزي كان بده يغيره، بس الموت ما حلو. ايوه طيب، واولادك ليش هيك مصفرين؟ كانه صايبون الهوا الاصفر. لا حول ولا قوه الا بالله، ليش عم تفاوقي عليهم؟ ما فيهم شيء، الحمد لله ما فيهم شيء. رمزيه قصي لسانك. يوه ابن عمي، شو حكينا؟ انا والله من خوفي عليهم، خليها تغذيهم شوي. ما تاخي، إذا بدك شيء بعثي لي خبر مع محمد. يلا بخاطري. الله معك. حييني. حاضر. لك يا ميت أهلا وسهلا، يا ميت أهلا وسهلا. لك يا حبيباتي يا جدو، نورتوا. لك اشتقت لكم، أنا اشتقت لكم. اشتقنا لك جدو، شو دلعمان تجينا عنا؟ بيجي جدو بيجي، بيجي بس تعبان شوي. يلا عدو عدو. كيفك؟ لك اشتقت لك، وأنت اشتقت لك. طمني يا ابي، كيف صحتك؟ ان شاء الله مو تعبان على الصيام. الحمد لله يا ابي، الحمد لله. انا صرت زلمه كبير وقوي يا ابي بركه الصيام. الله يعطيك الف عافيه ويطول لي بعمرك. ها فوزية خانم عنا؟ يا اهلين وسهلين. بلا محلي مرت اخي. شو هون اولادك نحاف مثل عود الخيزره؟ شو ما عم تطعميهم؟ من قلة الناس يلي فيها خير. وشو قصدك؟ والله قصدي واضح. لو هدول الأيتام يلي بسموهم أحباب الله في حدا عم يحن عليهم، ما كنتي شفتيهم نحافك. مشان هيك يا بي،
بتروحي بتطبي اغراضك انت واولادك وبتيجي بتقعدوا عنا. عمي وين بدهم يقعدوا؟ مستحيل انا اقبل بهالشي. البيت بيتي وانا اللي بقرر. روحي يا بي، روحي اعملي اللي عم لك عليه. لا يا بي اسمح لي، انا ما فيني اقعد ببيت في حدا عم يتنتور فيني واولادي. لا لك يا ويلك من غضب الله، يا ويلك، هدول اولاد ايتام والله بيجبر بخاطرهم بيجبر بخاطرهم. معلش عمي اذا بتريد، انا ما بقبل بهالشي، واذا بدك تشوفهم روح شوفهم عندك. قولي هيك من الاول، قولي بدك تطفشيني. لك فشرت عينك، هذا بيتي وبنتي بتيجي بتقعد هون غصبا عن الكل. ولا يهمك يا بي، ولا يهمي، هذا بيتي. طيب ضبي اغراضك وامشي معي يا بي. لا يا بي، من بيتي مالي طال على انه هون احسن لي. يا بي انا ما بقدر كل يوم اجي شقر عليكي. بعدين يعني انا بشتاق لك وبشتاق لاولادك وبتضلوا ببيتي يعني تحت عيني وما بينقصكم شيء. يا بي قلنا الله. بعدين ما فيني اعيش مع مرت اخي اللي وشها عم ينقط سم. الرزق رزقي والبيت بيتي والدكان اللي عم يشتغل فيها جوزها كمان الي. معلش يا بي معلش، اصلا لو اخي كان في خير كان عطاني قرشين من الدكانه اللي عم يشتغل فيها. بهي معك حق يا بي، معك حق. وانا ياما قلت له بس مرته هاللعينة ما خلته. معناتها من هالبيت مالي طالعه يا عمي. وقلنا الله. اولاد اخي ابو ممدوح، ابو قاسم، ام تيسير، زهرية. شو عم تعمل تقبرني؟ عم طلع صدقة الفطر. ايه الله يبارك لك يا حق ويرزقك ويزيدك كمان وكمان. الله يبارك بعمرك. وبصراحة أنا بدي طلع الحصة الكبيرة لأولاد أخي، هدول أيتام ومثل ما بيقول الشرع الأقربون أولى بالمعروف. بلشوا لا حبيبي، هات الحكي مو ظابط بنو بسعرهم بسعر غيرهم. لك أنت شو؟ فهميني قلبك حجر؟ يا أخي أنا هيك بس تجي سيرة مرت أخوك بتنكرس. شوفي الأولوية لأولاد أخي ومرت أخي، وإذا مو عاجبك اعملي حالك ونقلعي بالبيت. أيوة هاد كلام جديد. إيه ستي كلام جديد، أنا ما في مرة بالعالم تملي علي شروطة. مثل ما عمل لك، مو عاجبك اعملي حالك وعلى بيت أهلك. لا تقبرني لا، خلص عمل اللي بيريحك بس المهم ما يطلع خلقك. ما بتخافوا الله، هدول اولاد ايتام والدنيا رمضان. لك اقسم بالله لقمه بطن هون عن حج 100 سنه. يعني يا ابي والله مو ظابطه هيك ويجوا يقعدوا عنا بالبيت. سمعت من مرتك لك خروج هيك علمتك؟ يا وانا شو خصني؟ يا ابي جميله ما دخلها، بس يعني انا زلمه تعيب بدي ارجع من شغلي اقعد بالبيت ارتاح. إيه مو ظابطه والله يقعدوا بخلقتنا. وبشو بدها تزعجك اختك؟ يا بي مو اختي اللي بدها تزعجني، اولادها. يعني بدهم يجوا ينطوا بخلقتنا وبدهم يخلوني لا اعرف ارتاح ولا اعرف نام. لك يا عيب الشوم عليك، لك هدول اولاد اختك عواد ما تحن عليهم وتحضنهم وتحسسهم انك خالهم عن حق وحقيقي. لك يا بي مو هيك القصه، يعني انا بصير بطلع عليهم كل فتره وفتره. الى يا سيدي هي ما عدها تقعد هون، ما بدها تشوف هيك وجوه. اسمع بغضب عليك دنيا واخره، اذا مو كل شهر من شغل الدكان بتناول اختك على القليل الربع. شو الربع؟ لا هيك كثير. خرسها لمرتك عمران
ولا مالك رجال؟ لا امبلا يا بي، شو مالي رجال؟ بس يعني شلون هيك بدك تعطيها تعبي لإلها ولولادها؟ يعني ولادي أحا. أنا قلت الربع يعني الربع، وكلمة تانية بيصير النص. لك يا خسارة تربيتي فيك. يا بي يا بي، ظالم أبوك ظالم، قال ربنا ما حلل تعب هالكف لهالكف. طيب حبيبتي، يعني أنا هلأ شو ساوي شو أعمل؟ والله ما بعرف. اصحك اصحك ترد عليه، خلي سلفة هداك هو يتكفل فيها. ولي شو بدي أعمل هلأ؟ جميلة مرتخي، مسكي هدول الأولاد. صدقت عيد الفطر، لا تخجلي خدمة. سمعيني سكوتك. أنا ما بدي حدا يتصدق علي. مرتخي هدول أيتام والله موصي فيهم، أنت بتخالفي شرع الله شيء؟ استغفر الله، أكيد لا. امسكي لكان، اشتري لهم شوية حلويات وشو المصفر، تعيشوا في الحلو اللي عنا بالبيت، شي بقشطة وشي بلوز وشي رمزية. سمعيني سكوتك على سما قيمة قيامتك. ها ان شاء الله اتركوني لحالي، اتركوني لحالي. إذا بتريدوا رمزية الحقيني، انتبهي لا يطق لك عرق. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. مين؟ خطابة يا أختي. بنتي صغيرة، ما عندي بنات للجازة. مو أنت أرملة نادر المسلاتي؟ إيه أنا. إيه ما غلطنا معناها، في عنا رجال أرمل وبده مرة واعية لأنه هو كبير بالعمر بس غني ومقتدر. ها فشو رأيك؟ يا ميت اهلا وسهلا يا بي. بالمهلي يا روحي. نورتي فوزية. حبيبي اشتقت لكم كثير. شو مرت اخي؟ عم تعدي الاساور؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله يخلي لي جوزي صبحي، كثير عم بدللني، لك الله يطول لي بعمره، عم يدلل لي اولادي كثير وجبر بخاطري وبخاطر هالايتام. داير باله عليهم يا بي؟ يا بي شو داير باله عليهم؟ عم يدير بالهم عليهم اكثر ما يدير باله علي، وانا كمان يا بي عم دير بالي على اولاده كمان، هن ايتام حرام. والله ناقشت معك يا اختي. هلا تذكرت اني اختك؟ هلا تذكرت هذا الشيء؟ ايه شو بنا بنت حماي؟ كنا مو عيانين. والله القصه يا مرت اخي مو قصه وعي. القصه كلمه حلوه ودفى وحنيه. بحق أرملة وحق أولادها الأيتام. شفتي كنتي؟ شفتي قديش الدنيا دوارة؟ هاي عمران انكسر وسكر محله، وأخته صارت وتصورت. الله بيعوضك أخي، الله بيعوضك. إيه يا عبي، أنا بدي استأذن منك، بدي زور بيت سلفي. ليش؟ ما بتعرفي شو صار فيهم؟ لا والله، شو صار؟ شلون بدي تعرف وهي ساكنة بحلا؟ لك شو في؟ احكوا لي شو صار؟ سهيل سلفك يا بي عطاك يا عمره. يا لطيف. ومرته هلا بحاجة ترغيف الخبز، الله يعينها. لا حول ولا قوة الا بالله. الله نزلها لسابع أرض. اللهم لا شمعتي. اللهم لا شمعتي. معناتها يا بي خليني روح شوفهم أنا. إيه؟ إيه إيه، وروحي انتقمي منها كمان. ليكي مرت أخي، أنا ما بنتقي. ما بنتقم لأنه وضعه بيشبه وضعي من زمان. غلط الواحد ينتقم من أرملة وأيتام. أنا رايحة أقوم بالواجب، لأنه اللي ما بيحس بالعالم ما حدا بيحس فيه. إيه الله معك. عن إذنك يا أبي. الله معك يا أبي، الله معك. يعني بعد كل شيء عملته معك مالك زعلانة مني؟ معقولة ازعل منك؟ شلون بدي ازعل منك وانت عم تشربي من نفس الكاس يلي انا دقته؟ يعني انا اكثر وحده ممكن احس فيكي. الله يكون معك ويعينك.
ما بعرف وين بدي ولدي وشي منك، ما بعرف. خلصنا بقى، شو هالحكي؟ بعدين جوزك الله يرحمه ما كان مقصر معي، وأنا واجبي رد الجميلة. والله ما بعرف كيف بدي كافيكي. سامحيني مشان الله. لك على شو بدي سامحك؟ على شو بدي سامحك؟ هلا اللي بدي اياه منك انك تديري بالك على الاولاد، وانا رح كون جنبك لو كنت بعيده عنك بحلب، فهمتي؟ تقبريني ما تبكي. خلصنا بقى. اصيله وبنت حلال، الله يخليكي ويحمي لك اولادك. انك ان شاء الله بتشوفي اولادك باعلى المراتب. خلصنا بقى، امسحي دموعك، شو بكي؟ خلصنا. الله يبارك له على العسلات. صحة وهنا شيخي. أبو صافي؟ إيه. الله يرضى عليك، بلتاه عندك شوية عسل لوجع الصدر، لأن صدري مطبق علي. حظك حلو، بقيان آخر واحد، وينه؟ هذا هو. هاد بالكينا، هاد لدوا الصدر. الله يسلم هديات. أبو صافي أبو صافي؟ إيه. لوجع الإجرين فيه؟ لكان، ليكو، وينه؟ هذا هو. هاد باليانسون والشمرة. لك ربي يسلم الايدين. أبو صافي ولا فوق الدم شو عندك؟ ليكو موجود حبة البركة، هذا هو. ها؟ الله يسلمهم. كله أصلي هذا أبو صافي؟ 100% وحياتك. الله يبارك لك يا أبو صافي، مسيك سيدي مسيك. خلي علينا شيخ. الله يرضى عليك، خلي لي إياك، مسيك تستاهل. قبضنا الخميسية لأنه. هذا هو. تفضل. اسلموه. شرفوا سيدي شرفوا. يلا شرفوا سيدي شرفوا. يلا. إن شاء الله ربي يبارك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. خذ الباب بطريقك. صحتين وهنا. اسمع شو بدي اقول لك. مرني مالي. بتروح على السماء بتجيب 10 طولات سكر وبتيجي لهون ركض، واوعك تخلي حدا يشوفك. صار مالي. سمعت؟ امرك. شيك لقلك هي بطل اثنين ثلاثة تقيها شوي هدول عالحارس وجب معي روح مصافية مصافي لك يعني انت ما بتحسي على دمك؟ شايفتيني عم بشتغل تعي ساعديني ما حذرت انا ما بساعدك بالحرام شلون يعني بالحرام؟ انا شغلي بالحرام؟ ايه يلي بيخلط العسل بالسكر هذا اسمه غش والغش حرام الله يخليك يا رجال بدي اكل انا وولادي لقمه حلال ما بدي اياها تكون حرام لك روحي عنا يا هذا اللي ماشي بالسوق بعدين كل الناس عم يشتروا عسل وهن مبسوطين هن مبسوطين لأنهم بيثقوا فيك بس هذا اسمه غش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غشنا ليس منا اتقي الله فينا يا رجال والله عملتي لي كل هالموشح لأني طلبت منك تساعديني لك تضربي أنت ويلي طلب منك هلي عنا يا لك روحي قال أنا بشتغل بالحرام شو هالعسلات؟ شو هالعسلات يا ابو صافي؟ لك روحولي وجع رجلي يا جماعه، يستر عرضك بدي اطرميز على عيني وانا كمان دوقته لصهري اطار القعد شيته، قام وصاني على واحد له وواحد لاخوه كمان لك ان شاء الله صحتين وهنا عمي العسل اللي عم بيعه عسل صافي 100% ما في جنس الغش، بعدين كل الناس بيجي تاخذ من عندي ولو لك الله يحميك لك الله يسلمك لك دخيلك دخيلك على سلامة أطيب دخيلك أنا إيه والله يا شباب الله وكيلكم أنا عم بيع براس مالي ما عم بربح بس مشان أرضي ناسي وأهل حارتي إيه والله ليك هاي وجبة جديدة هلا جابها هاتن 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 لأن أخذن تازة على عيني كم أطرميز بدك اثنين على عيني هاتي ولد أعطي عمك بربحي أطرميزين هات لك هات مسيك أعطيني واحد شيت الإجرين على عيني وراسي هات تبع اليانسون هنيك ايوه تفضل تفضل عمي ربي يسلمه ربي يسلمه ربي يسلمه ربي يسلمه
ايوه على عيني وراسي. معدودين عمي معدودين. على عيني. السلام عليكم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام شرفتونا. اه يا رجلي. اخ يا بي رجلي يا يابي. شو يا رجلي؟ شو يا امي شو معك؟ يا لطيف. يا لطيف. اه يا لطيف. لك يا لطيف. شو صار لك لكني شو معك؟ وقعت على رجلي يا يابي. لك يا رجال لا تكون انكسرت رجلي وخذوا على المجبر بسرعه. يلا قوم لك ابني قوم. لحظه رجلي. خلص خليكي هون رح نادي ابو عماد المجبر. يلا يا ربي يا عليك يا ابني ولي على عليك يا ريت رجلي ولا رجلك يا ابني. اخ يا رجلي. ابن عمي هذا كله منك. شلون يعني مني؟ يعني ليكون انا اللي وقعته وكسرته؟ هذا تنبيه من رب العالمين لانك انت عم تغش وتاكل حرام. هالمره انقضت برجل ابنك، المره الثانيه يمكن تجي فيني او فيك. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه يا مرأة؟ شو هالحكي؟ لك هذا اسمه غش ولك هذا اسمه حرام. انت بدك تخسر واحد فينا؟ رب العالمين يمهل ولا يهمل. لك لك ارضى باللي الله كاتب لك يا. لازم صلح كل شيء. خلاص لازم. شو هاد اللي عامله يا ابو صافي؟ شو عامل؟ العسل مضروب. شلون يعني مضروب؟ يعني مغشوش. لك شو عم تحكي يا ابن دين؟ لك قد ايش صار لي باخذ عسل؟ بحياتي ما دقت مثل هي الطعمه المقرفه. بعدين رجع وجع رجلي. شوف ابو صافي انت صاير تغش العسل. سمعت شو عم يحكي؟ ايه. لك يا جماعه الله وكيلكم العسل صافي 100%. بعدين يا ابن الحلال ليكم هدول اللي قدامك افتح اي رميز ودوق. شوف ابو صافي انت بيننا وبينك الود ما عاد نشتري من عندك شيء خاطرك. ولا يوفق يا ابو صافي. رجلي انتهوا راحوا ما عاد في رجلي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو عم يصير معلم؟ من لما بلشت بعسل صافي وماله مغشوش ما عاد حدا اشترى من عندي. كله عم بيقول لي العسل اللي عم بتبيعه مضروب ومغشوش. شو يعني؟ انت صرت تبيع عسل مو مغشوش، ليش ما عادوا اشتروا؟ بجوز حبوا هداك العسل المغشوش لانه كله سكريات ومنكهات. الله وكيلك ما عاد حدا اجى اشترى قطرميز واحد. وتعي فهميهم انه العسل صافي؟ عبس. ابن عمي كل الحق عليك. أنا الحق علي لأنه صرت بيع عسل صافي ومانو مغشوش. خلص العالم تعودت على العسل المغشوش وما بقى يعجب العسل الصافي. والعمل هلا ما عاد حدا إجا لعندي ولا اشترى قطرميز واحد. ابن عمي قدامك حلين. شو هن؟ يا أما بتضل على ما أنت يا أما بترجع بتغش بترضي الناس وبتغضب رب العالمين. وإلا إذا بتلقى من ربك.